السلام علیکم سامعین، 5 جمادی الاخرى اور 19 دسمبر ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگوہ کے شعبۂ تجوید کے استاد قاری مشکور احمد رشیدی قاسمی کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير۔ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على ما كسبت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وعليها ما اكتسبت ربنا